انتصر في ديسمبر وكانت هناك أحداث كثيرة مطمئنة. ربط عن جوانب المالية التجارية وتعليمات واضحة وصحيحة للبنك المركزي، وده اللي احنا هنعطيه النهارده. وفي نهاية هذا الموضوع هنشوف احنا هل هناك جديد لدى الحكومة في الفترة القادمة، وده اللي هنستعرضه مع حضرتك. نقاط العرض النهارده حدث بداية هنقدم ترفيه سريعه للتجاره في مصر، قرارات البنك المركزي، قرارات وزاره التجاره والصناعه، طبعا تعليمات الكتالوج وما صدر من قرار جمهوري خاص بالمعارضه الجمهوريه، الاستثمار في مصر، طب لو كنت انت مستهلك عايز تاخد بالك من ايه؟ طب لو حضرتك عايز تصدر برضه انا عايز حضرتك تاخد بالك من ايه؟ وفي النهاية نقدر نتوقع في الفترة القادمة باسم الله. خلفية سريعة للتجارة في مصر، أقدر أقول لحضرتك إن كما نعمل تبيعا مصر ألفت التجارة العالمية من سنة 95، بمعنى أنها تلتزم بالعديد من الاتفاقات التجارية التي تؤكد على تسهيل التجارة لمصر. مصر أيضا من ضمن ما تتمتع به أنها تسمح بدخول العديد من السلع المستعمله اللازمه في العمليات الانتاجيه. يعني بمعنى ادق بتسمح بدخول المصانع والالات والاجهزه والمعدات وقطع غيارها ومعدات النقل والفرد ايضا بما يصب في المصالح ان تكون لديك تكلفه مناسبه لاداره العمليه الصناعيه في مصر. ايضا لديها فئات بنوكيه تتوزع ما بين 0.5% للمواد الخام ما بين 10 في حدود ال 10% او حول ال 10% بالنسبه للسلع البسيطه، ونهايه بالنسبه للسلع النهائيه بتتراوح ما بين ال 20 و 40% فيما عدا السيارات 135%. مصر لا رسوم مرورية على الصادرات، بس في رسم صادر فقط على بعض الاصناف اللي الدوله محتاجاها في العمليات الصناعيه، وبالتالي هتجد الاسمده الاسوديه، هتجد حضرتك كل انواع الخلطه سواء كانت من المعادن او من البلاستيك او من الورق، يتراوح متوسط رسم الصادر ما بين 50 جنيه حتى 8000 جنيه على الطن، فهنلاقي 50 جنيه على الاسمده الاسوديه، 200 جنيه على دشه الورق مرورا بالخلطه للحديد مثلا 150 جنيه للحديد الزهر، وصولا ل 8000 جنيه على طن النحاس الخلطه المصدر الشركات.